بداية فيما يتعلق بالاختصاص الإقليمي للجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، تنص المادة 26 من القانون. يعني نشوفوا هنا أن المشرع الجزائري ربما ألم ولم يترك أي عنصر من العناصر لما يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر. يعني اختصاص الإقليم، اختصاص مكان ارتكاب الجريمة، اختصاص المعتدى عليه الضحية، أو حتى إذا كانت المعتدي أجنبيا مقيم في الجزائر، يعني حتى لو ارتكبت خارج الجزائر ولكن عنده إقامة في الجزائر، فإنه يتمسك بالاختصاص لمباشرة إجراءات المتابعة القضائية. المادة توسيع الاختصاص، نعم سيدة الرئيسة، هو فيما يعنى بدائرة الاختصاص أو دائرة الأشخاص المعنيين بالمتول أمام الجهات القضائية في الجزائر. المادة 26 تقول: إضافة إلى قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، دونك قواعد الاختصاص المعروفة في مكان إقامة المشتبه فيه، مكان إلقاء القبض عليه، هادو إضافة إلى، تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمرتكبة، أو الاستثناء اللي وسع فيه، والمرتكبة خارج الإقليم الوطني إذا كانت الضحية جزائريا، دونك هنا السيادة هي مسألة سيادة، جزائريا الجزائري المعتدى عليه من جنس الشخص المعتدى عليه من جنسية جزائرية، أو أجنبيا مقيما بالجزائر، أو كان مرتكب الجريمة جزائريا. دونك حتى كيكون مرتكب الجريمة جزائريا في الخارج، فإنه يجوز السلطات القضائية الجزائرية فتح تحقيق ابتدائي في القضية. يعني لكن لما نتحدث على جريمة الاتجار بالبشر فهي ليست يعني بالجريمة الجديدة يعني بشكل مطلق. لماذا؟ لأن المجتمع الدولي عرف منذ أزل بعيد يعني ظاهرة استغلال خاصة الأطفال والنساء من خلال مختلف الأعمال، مثلا النرق، الأعمال القصرية إلى آخره. لماذا؟ لأنه الاتفاقيات الدولية أو الصكوك الدولية لحقوق الإنسان يعني عملت على حظر مختلف أشكال الاستغلال. وحتى لما يعني نطلعوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو اتفاقية حقوق الطفل، تجدوا الصياغة بهذا الشكل: لا يجوز استرقاق. وبالتالي فكان من اللازم اليوم أنه يتم فرض أو وضع أحكام جزائية رادعة تستهدف في الأساس هذه المجموعات التي تقف وراء ظاهرة الاتجار بالبشر، لأنه دائما يكون الشخص الضحية هو محل حماية، ولا يمكن له في أي حال من الأحوال أن يكون محل متابعة جزائية. والجزائر قد وفرت جميع الإمكانات البشرية والمادية لإيواء هاد الأشخاص والتكفل بهم صحيا ومعنويا، وكذا إعادة ترحيلهم أو توطينهم في بلدانهم الأصلية، وهذا تحت نفقة الخزينة العمومية. والجزائر في كل الأحوال لم تكن يوما قد استغلت هذا الملف كوارد قد ضغط أو مساومة في أي بأي شكل من الإشكال، وإنما تراعي في ذلك الجانب الإنساني المحض لهذه الظاهرة.